السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبداو الفيديو نصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. البنات اللي ما اشتركتش في قناتي تدخلوا تشتركوا وتضغط على زر الجرس ليصلكم كل الجديد. اليوم ان شاء الله راح نحضروا كسره وتشيشه. كسره وتشيشه هو طبق جزائري تقليدي شاوي، يعني هنايا يختلف هذا الطبق في كل يعني عبر المناطق الولائيه كما احنا هنا في الشرق الجزائري نديروه بزاف بزاف، خاصه يعني بلاد الشاويه يديروا هذا الطبق هذا اللي هو كسره وتشيشه. وهنا كاينه كسره وتشيشه نتاع الرخسيس وكاينه نتاع الرقاق، انا اليوم راح نديرها نتاع الرخسيس. البنات نتكلم شويه باللغه يعني العربيه لانه معايا بعض يعني متتبعيات نتاعي من الدول العربيه يحبوا يعرفوا يعني تقاليدنا يعني في الاكلات تاعنا، يحبوا يفهموا يعني كيما نقولوا حنا الكلام. انا ساعه نتكلم شويه باللغه العربيه باش يفهموا حتى هما، يعني الفصحى ماشي الدارجه، الفصحى. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا واش درنا. هنا درت البصل، الزيت، درت طماطم، يعني هنا طماطم مصبره، درت هريسه، ودرت يعني التوابل، فلفل كحل وكسبره وفلفل احمر. هنا الخضر واش ندير، درت هنايا جزر، درت كوسه، ودرت لفت، وهنا البطاطا. هنا راح نحطهم كامل كيما راكم تشوفوا هنا ونقلي شويه، يعني هنا راح نلوح حوالي كاس ماء ونقفل عليه ونخليه يتقلى شويه، ومن بعد نلوح نصب الماء حوالي اطره تاع الماء ونخليه هنايا. هنا كي نشوف بدا يعني يعمل هذوك الفقاعات، هذاك المرقه تاع عملنا الفقاعات، راح نلوح هنايا الفريك. الفريك هو يشبه للبرغل، نلوحوه ونخليوه حتى يبدا المرقه تاعنا تطيب. هنا وفي الاخير كي نشوف المرقه تاعنا قريب تطيب هنا راح نلوحو حنايا نقولها الكابويه، وباللغه الفصحى نقولوا لها اليقطين. كيما راكم تشوفوا بعد ما طابت يعني الخضر تاعنا زدنا لحنا اليقطين يعني الكابويه وحوالي 10 دقائق ونقفل عليها، نلقاو يعني المرق تاعنا راهو طايب. ومن بعد نرجعوا دركا للكسره. هنا يعني هنا عندنا في الجزائر نقولوا لها كسره، يعني عباره عن خبز نعملوه في البيت. هو واش نحتاج المكونات؟ دقيق، زيت، ملح، شويه من السكر، ونعجنوا كيما راكم تشوفوا هنايا، ونلوحوا الماء ونعجنوا بشوي بشوي حتى نتحصلوا على عجينه. هي هذه الكسره كيما راكم تشوفوا هنا، نجمل دركا بالماء ونعجن هنا، يعني من الاحسن نعجنوا مليح. الكسره تاع الرخسيس راهي تحب شويه العجين، وهنا نلوحوا الماء تدريجيا باش ما تجيناش مبلوله بزاف كيما راكم تشوفونا، ونعجنوها ما نديروها نلوزوها، يعني نديروها كقويرات ونحطوها ترتاح حوالي 5 دقائق، ومن بعد نعاودوا نقرصوها ونطيبوها في الطاجين. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا، هنا راني تحصلت على 2 كويرات. هنا يعني احنا ما احناش عائله بزاف، درت غير شويه برك. فوالا شوفوا كيفاش تكون يعني الطراوه نتاعها، ما تكونش يابسه بزاف وما تكونش طريه بزاف. هنا راح نقرصها كيما راكم تشوفوا وراح نطيبها. ان شاء الله يكونوا فهموني المتتبعات نتاعي يعني من الدول العربيه، انا حبيت يعني نشرح قد قد باش يفهموا مليح. فوالا شوفوا السمك تاعها كيفاه، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه بزاف عفوا. هنا بعد ما طابت انا راح نقصها كما كانت تقصها امي رحمها الله، كانت هكا تقصها يعني ما تقصهاش بالسكين، كانت تقصها بيدها. وحنا يعجبنا الحال قد قد ونقولها حتى حنا نحبوا نقصوا، كي ديري الكسره عتي نقصوها حنايا. فوالا انا هنا كيما على بالكم بلي يعني مانيش يعني في بلادي، يعني كلش تاعي راهو الهيت. هنا اللي عندها المهرس تدقها في المهرس، انا غير كي عاد ما عنديش المهرس هنا راني نديرها غير بيدين تفتفى وهي سخونه، لازم تكون سخونه سواء في المهرس ولا في اليدين لازم تكون سخونه باش يعني
تتفتف الكسره. فوالا كيما راكم تشوفوا نتحصلوا على هكا. دوك انا نكمل الكسره نتاعي كامل وراح تشوفوا الطبق بعد ما طاب على الطاوله ان شاء الله. فوالا كيما راكم تشوفوا هنا هكذا حتى نكمل. والله انا يعني كنت شرحت لكم قد قد باش تفهموا. والطبق هذا راهو كيما قلت لكم طبق يعني تقليدي شاوي ونديروه بزاف 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 في فصل الربيع. علاش؟ خاطر هذا الطبق هذا يتقدم مع البن بارد، هو يعني يشبه للمحكوك ولكن يختلف يعني في المرقه تاعو. هنا درنا له للفريك، هنا تقدروا ديروا المرمز اللي عنده المرمز احسن واحسن، اللي ما عندوش يدير الفريك سورتو الخشين هذاك. وهنا يعني المحكوك نعرفوها نسقيوها ندير لها الزبده. كسره وتشيشه تمشي مع زيت الزيتون. فوالا انا كيما قلت لكم نكمل نفتت الكسره نتاعي كامل وان شاء الله الطبق راح يكون واجد ان شاء الله. وانا ما عليا غير نقول لكم بقاو على خير في فيديوهات اخرى. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم، وان شاء الله تستفادوا من هذا الاطباق تاعنا تاع التقليديه هذه اللي ما نحبوهاش خلاص تروح، لازم حنايا نحيوها ان شاء الله. واخيرا نقول لكم الى اللقاء. انا للاسف ما عنديش هنا المهرس، على بالكم باللي راني هنايا مقيمه برك في الجزائر، مانيش يعني ساكنه على طول، عليها ما جبتش ما رحلتش حوايجي. ملاحظه البنات، شوفوا كي نكملوا خلاص نديروا لها هذيك زيت الزيتون من فوق والبصل ونزينوها بالبيض. فوالا هذا هو يعني الطبق التقليدي. والبنه ما عندي ما نقول فيه، زدت قدمته مع الفلافل هذوك، والله ولا اروع. ان شاء الله تجربوه وترجعوا لي بالخبر ان شاء الله.